صباح الخير يا كيجي، مدرسة دار المعارف معانا. النهاردة هنشرح مادة اكتشف الترم الأول المستوى الأول. الدرس معانا النهاردة يا ولاد هنتعرف على أسماء الحيوانات الكبيرة والصغيرة. نشوف أول حيوان معانا هنا اسمه أسد. اسمه إيه يا ولاد الحيوان الكبير هنا ده؟ اسمه أسد. طيب ابن الصغير اسمه إيه؟ اسمه شبل. اسمه شبل، يبقى الأسد الصغير اسمه شبل. طب تعالوا نشوف التاني معانا، حمار الوحشي. الحمار الوحشي الكبير هنا يا ولاد اسمه الحمار الوحشي. طب الصغير اسمه ايه؟ اسمه جحش. اتفقنا يا ولاد؟ الصغير اسمه جحش. طيب تعالوا نشوف الصورة التانية معانا، صورة كلب صغنن جميل وباباه كلب كبير. يبقى اسم الصغير ايه؟ ها؟ اسمه جرو. اسمه ايه يا ولاد؟ جرو. طيب معنا هنا صورة قطة كبيرة وعندها صورة بنتها الصغيرة اسمها ايه؟ اسمها هرة. هرة. طيب معنا الصورة التانية هنا غزالة، الكبيرة هنا اسمها غزالة، بنتها الصغيرة اسمها شادن. شادن اسمها ايه؟ شادن. طيب معانا هنا صورة ايه بقى؟ حد يعرف يقول لي ده صورة ايه؟ ده صورة حصان كبير. برافو علينا يا ولاد، اتفقنا؟ طيب نشوف مع بعض هنا صورة ايه؟ ثعلب، اسمه ثعلب الفنك. اسمه ثعلب الفنك. الصغير بتاعه اسمه جرو. الحيوان الصغير اهو ده الثعلب الصغير ده اسمه ثعلب صغنن اسمه جرو. اسمه ايه؟ جرو. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا يا ولاد بقى الحيوانات الصغيرة، نحط تحتها حرف الصاد، والحيوانات الكبيرة نحط تحتها حرف الكاف. احنا قلنا دي صورة ايه؟ دي صورة حصان. طب ده كبير ولا صغير؟ ها؟ حصان الصغير اسمه مهر. ها كبير ولا صغير؟ حد شاطر؟ برافو، صغير. طب الصورة اللي بعدها دي صورة الحصان الايه؟ ها كبير. طيب دي صورة جمل، الجمل ده صغير ولا كبير؟ صغير، برافو علينا يا كيجي. وده الجمل ايه؟ كبير. طيب الصورة الجاية صورة هرة صغننة، صح؟ برافو علينا قطة صغننة. وهنا دي مامتها الايه؟ القطة الكبيرة. خلاص يا كيجي؟ طيب صل بين الحيوان الكبير والصغير. تعالوا بقى نوصل الحيوانات الصغيرة بالكبيرة. معنا صورة هنا فرخة ودب وزرافة وغزالة. ها دي زرافة وغزالة ودب وكتكوت. تعالوا بقى أول واحد، برافو علينا الفرخة، الصغير بتاعها كتكوت. ها الصورة التانية الدب، برافو علينا. أنا شايفاكوا يا ولاد بتوصلوا كويس قوي وشاطرين، برافو علينا. والغزالة ببنتها الصغيرة شادن. وكده يا ولاد نكون خلصنا ايه الدرس بتاعنا النهاردة، واشوفكم.